سيرا على أقدامهم يتنقلون بين مديريات أبين ومدارسها. أخذوا على عاتقهم مواجهة ماضي المدينة المؤلم والذي ما زال ممتدا إلى حاضرها. يطلقون على أنفسهم فرقة ستايل زنجبار ويطوفون بمسرحياتهم الأرجاء، يقفون في أعمالهم حيث كانت تدور المعارك وتلقى كلمات الحرب وتهديدات المتحاربين. هنا في هذه المنصة الصغيرة الواقعة وسط زنجبار يحرص هؤلاء على انتزاع البسمة من الوجوه ومن وسط المعاناة، يجعلون من انعدام الخدمات سبيلا للضحك ومن المخاوف مصدرا للأمان. ناقشت الفرقة في نصوصها كل ما دار في أبين، وسخرت ممن نصبوا أنفسهم للحديث باسم المدينة وأهلها، وممن جعلوا الجروح في كل منزل وعلى كل جسد. تعيد أبين عبر فرقها الفنية الصغيرة تاريخا واسعا من الفنون، حيث شهد ماضي المدينة عصرا مزدهرا بالفن والأغاني التي سبقت الأهالي في أسفارهم ووصلت حيث لم يصلوا. وتقف الآن أبين في مواجهة واسعة بين الفن وأخبار الموت التي تحاول كسر إرادة الحياة كلما عادت.